في اللاب ده هنعمل ازاي نحول التكست، ازاي نحول السبيتش تو تكست، عن طريق برضو الايه، عن طريق الايجر اي اي سبيتش ستوديو. ده عباره عن استوديو موجود اصلا على ايه، موجود برضو على مايكروسوفت، فليه استوديو خاص بيه لوحده يعني. فبيقول لك هتفتح كده ايه السبيتش ستوديو ده لوحده كده، وهتعمل كرييت من السيتنج الاول، تعمل كرييت ريسورس. هندخل على السيتنج دي كده ونعمل كرييت نيو ريسورس، وهقول له هنا زي ما هو كده الريسورس جروب ده، هقول له الايميل اللي انا اصلا عاملها قبل كده، والنيم بتاعت الريسورس بقى اللي هو هقول له مثلا ايه السبيتش مثلا تو تكست، هقول له كرييت. يقول لك الاسم ده موجود قبل كده، هقول له سبيتش 1 2 3 4 ماشي، ونقول له كرييت برضو، نقول له سبيتش 4 وحايد المهم يكون في اسم يونيك وخلاص. ادي السبيتش 4 وحايد، على ما تخلص كده نشوف اللي بعده. يقول لك هتحط هنا اسم، خلاص حطينا اسم وسبورتد ريجون، ونختار اللي هو البرايسنج تير، طيب هقول له يوز ريسورس، المفروض دلوقتي ان انا استخدم الريسورس اللي انا عملتها اصلا في السبيتش ستوديو. تعال نشوف بقى ايه خلاص بعد كده. بعد كده بيقول لك ان في ملف موجود اسمه السبيتش فايلز، ده برضه هتحمله عندك، فانا محمله عندي اهو. الملف ده عبارة عن فويس يعني، وعاوز يحوله الى تكست. AI enables us to build amazing software that can improve healthcare. فده اللي هو الملف الايه الفويس، عاوزين يديتكت الايه التكست الموجود فيه. طيب انا دلوقتي واقف هنا على جيت ستارت ويز سبيتش، المفروض ان انا اخترت استخدمت الريسورس اللي انا عملتها اصلا. فهنا بقى هنختار من هنا كده، اللي هو ريال تايم سبيتش تو تكست. طبعا لو انت عاوز تعمل كاستم حاجه كاستم، ممكن تيجي عند الكاستم سبيتش ده. انا هختار هنا ريال تايم التكست ده كده، وبعد كده هقول له ايه، هو هعمل هنا ابلود للملف اللي هو الملف ده كده. فالمفروض الملف ده كده لو انا عملت له run، AI enables us to build amazing software هتلاقي في that نفس can الوقت improve اللي بيحصل healthcare, enable people to overcome physical disadvantages, empower smart infrastructure, create incredible entertainment experiences. في نفس الوقت هتلاقي التكست ايه بيتحول على طول باستخدام الايه، باستخدام الصوت اللي انت اصلا رفعته من شويه. اي ملفات بقى ممكن تريكورد انت اوديو عن طريق المايك، ممكن ترفع ملفات ماشي براحتك. دي بقى حاجه ايه، دي حاجه ترجع لك انت بقى كايه كانبوت يعني. طيب هل في حاجه تاني؟ بس ده الموضوع كله بتاع ايه، بتاع السبيتش تو ايه تو تكست.